ما هي حماس ومن هي حماس؟ أولئك الذين لا يعلمون شيئا من هذا من عديم الحظ والنصيب. أولئك يوجد من ينتخبهم عليهم أن يفكروا جيدا. من ينتخب أولئك ويدلي بصوته تأييدا لهم عليهم أن يفكروا جيدا. اليوم نحن نعيش هنا وما يشهد هناك، نسأل الله أن لا يكون في سطور التاريخ مخبأ في المستقبل لنا عاقبة مثل هذا. الآلام التي يعيشها إخواننا في بقاع الأرض، قضينا عمرنا وقضينا أعمارنا أمما في مقاساة هذه الآلام وشرحها، من القرم وإلى البلقان، ومن البوسنة وحتى كركوك، من فلسطين وحتى أفغانستان والشيشان. الكثير من بقاع العالم سكبنا الدموع لأجلهم، لم يمضي عمرنا سدى. اليوم على مبعدة بعضهم يرى غزة في البعيد بعيدا، وكأنه لا صلة لها لنا بها البتة، بل ويصرح بهذا ويستعلن به. هذه الأمة وهذه الملة وهذه البلاد قبل 100 سنة كانت غزة بالنسبة إليها لا تفرق عن أضنة، فهذه أضنة وهذه غزة. وكما أن أدرنا مدينة لنا، وكذلك أسكب، وكذلك كركلاريلي وسلانيك، وكذلك ماردين والموصل، وكذلك غازي عنتاب وحلب. غزة أيضا كانت قطعة لا نظن ولا نتصور أن تتجزأ عن أوطاننا. أين كنا وأين نحن اليوم؟ عندما تذهبون إلى مقابر الشهداء في شنقلة، لا تهملوا ذلك، اذهبوا إلى هناك، اقرأوا جيدا الأسماء والمدن المكتوبة على شواهد القبور. تجدون هناك قبر جندي شهيد من بالكسير ومن أورفا، كذلك تجدون شهداء من غزة ومن أسكب مسجيين في قبورهما جنبا إلى جنب. في قائمة شهداء شنقلة، غزة بذلت 53 من الشهداء في حرب شنقلة، وهي بذلك متفوقة في عدد الشهداء على كثير من المدن والمحافظات الموجودة في بلادنا اليوم. لكن نحن دماؤنا وأرواحنا وحبنا هو لكل هذه المدن، للأسف حالوا بيننا وبينها.